بصوا يا رجاله، دول جوز غليل البل، دي النتايه تمام، نش ماشي، ده حمام نش فيها صناره وخدودها رايحه، يعني اعتبر ان النتايه مش بالقه خالص، بس كنش بيطلع حمامه كويسه، والذكر بتاعها فحمي، مطلعين جوز غليل هم تمام، ربنا يكرمهم كده ويشد حيلهم. دول ان شاء الله اهداء لاحمد هاني، اهداء لاخويا احمد هاني، متابع عندنا على اليوتيوب تمام. ان شاء الله احمد يشد احمد تمام، تابعني انت، خليك معايا ونشحنهم لك يا حبيبي لغايه عندك تمام. بصوا يا رجاله، طبعا انتوا زي ما انتوا عرفتوا القص دول وللعيال بتاعتهم رايحين هديه لمين تمام. نيجي نبص معانا هنا نتايه برقبه صفراء وذكر وزار طرطور، معاهم زغلول ابنهم ما شاء الله هو تمام. في بس رشف عين الذكر نطلعها له، تعالى يا عم ثواني استنى لسه ما طلعتش تمام. بصوا يا رجاله، حلقتنا ان شاء الله النهارده في السلاكه، هنتابع السلاكه مع بعض واقول لكم ازاي الذكر بيروق، علاج ترويق البيض بحاجه صغيره وحاجه مش هتكلفك كتير، ممكن تلاقيها في البيت تمام. ايه هي علاج ترويق البيض؟ رقم واحد اللي بيخلي البيض يروق الديدان، الديدان ما يكونش الذكر مثلا او النتاية عندهم ديدان، دي مشكلة. تاني مشكلة ما يكونش مثلا عندهم بيسهلوا، او بصوا رجالة اي مرض، اي مرض في الحمام يخلي الذكر والنتاية يروقوا مع بعض في الحصى. العلاج بتاعهم ايه؟ رقم واحد تابع الزبلة بتاعتهم، يعني مثلا الذكر ده بيروق، بص على الزبلة بتاعته، الزبلة بتاعته كويسة تمام، لا الزبلة دي مش كويسة، لا دي كويسة، نتابع مع بعض. لا الزبلة دي مثلا الذكر ده بيسهل، اديله علاج اسهال، شفت ديدان مثلا في الزبلة اديله بندكس، سيبلك صورة بندكس دلوقتي، عنده برد تديله برشام للبرد، عنده اسهال، عنده اي حاجة تعالجه، ده رقم واحد. رقم اتنين بعد ما انت تعالجه يبقى الذكر معاك كويس وبصحة كويسة، اول حاجة بقى تشتغل بيها معاه، لو عاوز تحط في الكلف حط، الطواير والذكوره تاكل عادي الحلبه، الحلبه كويسه ومفيده جدا، الحلبه الحصى تمام. الحلبه اهيت، دي حلبه حصى رجاله اهي تمام، بخمسة جنيه بتاع تمن كيلو ولا ربع كيلو، تمن دول تمن تمام، بخمسة جنيه هتدي للذكر بتاع خمس ست حبات في البق تمام. للذكر عاوز تدي الطيره ادي الطيره، عاوز تحط في الكلفه حطه في الكلفه، انا امبارح حطيت في الكلفه والنهارده اديت لكل ذكر بتاع خمسه سته فين؟ في البق على طول مباشر تمام يا رجاله. ده علاج ترويق البيض، حاجه سهله وحاجه مش هتكلفك كتير، الحلبه ممكن تاخدها من البيت لو انت عندك حلبه في البيت تمام. معانا هنا قص حضان تمام، حلبيات معاهم زغاليل اللي هي الذكر دوت تمام، وانتايته الرمايه الزرقاء اللي جوه دي اللي قدام البلقه تمام. معاهم جوز زغاليل، نبص على زغاليلهم، الحصى بتاعهم يا رجاله عشان عرق ما ينفعش اللي انت ترمي الحصى، حرام، حتى لو زغاليل بزراميط او بلدي تمام يا رجاله، ثواني معلش تمام يا رجاله، طالما الحصى عرق حرام اللي انك ترمي زغلول تمام. نيجي نبص تحت، ثواني معلش يا رجاله، خليكم معايا مفتح لابن عمي. معانا هنا ذكر حضان معاه زغلولين طراطير، واحد ابيض اهوت والتاني اهو تمام. هرجع لكم تاني معلش، هوريكم دلوقتي الزغلول الحضان، ده زغلول طرطور اهوت، بس أول مرة يطلع عندي الشكل ده. ثبت إيدك أنت كده بس. ده زغلول تمام. ده زغلول تاني أهوت. باين معاكم؟ طلع كده قدام بالتليفون، طلع التليفون قدامك بس كده، ثبت ايدك بقى. طب
الكاميرا عامله كده يا رجاله، معلش. تمام، بزغلو دوت ذكر حظ اهوت. تمام، معانا ذكر هنا قبل قشر ويندو دوت ذكر اهوت. سايب لكم التليفون عشان الذكر كان باين معاكم كويس. معانا هنا ذكر قبل فحمي دنش، معانا ذكر تاني برضو قبل فحمي اهوت. طبعا في فسخة عين كويسة، ومعانا هنا قص حضان تحتهم زغلول تحتهم ابنهم، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. القص دول يا رجالة في الحضان في الزق بسم الله ما شاء الله. الزغلول اهوت، همسح الكاميرا وارجع لكم تاني، معلش رجعت لكم تاني يا رجاله معلش. ده ابنهم ما شاء الله ملبنينه كويس اهوت. نرجعه تاني، تحط ايدك على الزغلول وانت بتدخله عشان الاهالي ما يجوش يضربوك انت يقوموا ضاربين الزغلول مموتينه. تمام، ومعانا هنا زغلولين. تمام، واحد قطقاطي صابوني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك ما شاء الله. زغلول بسم الله ما شاء الله طويل، عظمه ما شاء الله كويس بسم الله ما شاء الله، فضول كويس الذكر ما شاء الله. طلع ذكر يا رجاله. تمام، واخته طالعه طيره برضو زي الام بالظبط. تمام، برضو فضول كويس اهوت ما شاء الله. تمام، ومعانا هنا ذكر طرطور حضان، لو سطر يا رجاله الذكر ده حد يكلمني. تمام، ومعانا هنا قص قطقاطي، طبعا انتوا لسه شايفين عينهم دلوقتي، معاهم زغلول حضان. ذكر بسم الله ما شاء الله، ايه ذكر كويس. بص على عيله، العيل اللي تحتهم كده طبعا عشان اخر وش قلت اخليهم هم يزقوا ما شاء الله، ملبنين كويس بسم الله ما شاء الله. اللي هناك ده طالع على بيضه رجاله. تمام، ومعانا هنا قص حليسة تحتهم حصى، الحصى ده شكله بيفتح. تمام، ثبت التليفون كده زي كل مرة مع بعض. تمام، في حصوية منقرة اهيت باينة معاكم. الحصوية ده رجالة الزغلول اتكبس فيها، والتانية دي رايقة. بص الاختلاف، بص دي من دي تمام كده. احنا نعمل ايه بقى؟ نقوم جايبين سايبين الحصى ده كله زي ما هو كده، ونقوم جايبين الطيرة مع بعض حطيناها في المصطبة مع الطواير. خلاص بقى كده الطيرة اللي بتخلص تتعزل. تمام، نقوم جايين ماسكين الحصى سايبينه هنا مع الحصى دلوقتي، وندخل للذكر المحضن تاني. تمام، هنا معانا قص حضان تحتهم زغاليل بيتهيألي طراطير، قصدي القطقاط دول. ايوه دول عيال القطقاط، باب رقم 12 اهو، هما القطقاط رقم 12. تمام، ما شاء الله برضو مطلعين الزغلولين بسم الله ما شاء الله كويسين، عظمهم كويس. ده يطلع بقى ممكن الاثنين دول يطلعوا سود. الحمد لله الواحد مسك من القطقطم، الحمد لله المره دي مسك منهم كام عش كويسين. تمام، نيجي بقى نبص على القطقطه التانيين. تمام، ده بسم الله ما شاء الله برضو الزغلول اهوت. Thank you.
تمام. ودوت اخوه، اخوه بسم الله ما شاء الله من ظهره هو طالع طويل. اثبت له. تمام يا رجاله. طبعا انتوا شفتوا الطوائر بتاعتنا، دي الطوائر بتاعتنا تمام. صار هو تصبح الناس، هذا صبح الناس ماشي. طبعا ده ذكر حضان، معانا هنا برضو ذكرت انا حضان، انا زودت حضان. ودول كام شاب؟ 4 طراطير، واحد ابلق سكروطه، ومعانا هنا قص زرق سن تحتهم زغليلهم بيتهيألي ديت، لسه فاتحينهم ما شاء الله وملبنينهم بسم الله ما شاء الله كويس تمام. بصوا يا رجاله هنا بالظبط، ده عصافير الزبره تمام. القص فيهم ب 60 جنيه في قلب بعض، القص فيهم ب 60 جنيه. هما بتاع بالظبط ثلاث اصوص بتهيألي، ثلاث اصوص. لا ثواني كده يا رجاله، ده واحد اثنين قصين وذكرين يا رجاله، قصين وذكرين تمام. وفي زغليل استراليات ثلاثة، هما الثلاثة دول في قلب بعض ب 100 جنيه، الثلاثة في قلب بعض ب 100 جنيه تمام. وفي طرة فردانية هي بيضة، الطرة ديت لوحدها عاملة 100 جنيه رجالة تمام. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس.